معنا في الاستديو الدكتور ابراهيم مللمين، استاذ بكليه العلوم والتقنيات. اهلا وسهلا. اهلا. يعني احتجاج جديد لاساتذه التعليم العالي هذه المره امام القصر الرئاسي، هل تعاطت السلطات مع مطالبكم؟ طبعا بديهي، لانني عندنا اليوم قدام القصر الرئاسي معناه انها ما تعاطت. احنا حد شافنا نعدلوا كامل الوقفات، قد يتخيل علينا ندور امتيازات. احنا في حقيقه الامر ما ندور امتيازات، ندوروا من الدولة تحترم الاتفاقيات اللي قطعت درت معنا. على سبيل المثال اتفاقية 2009 بموجبها الأستاذ عدل كامل اللي عليه، ضاعفت لا شرج اللي عليه، يا غير الدولة ما راجعت يكون القسط المتعلق ب 2009 ورا ذاك دارتها ورا ظهرها. نطالبوا من الدولة التعهدات اللي يصدروا من المسؤولين الكبار، على سبيل المثال رئيس الجمهورية 2015 قرر زيادة أجور عمال الدولة كاملين. على حد علمي احنا جزء ما استثنانا، واحنا مالنا اساتذه في الولايات المتحده، احنا اساتذه في موريتانيا، المفروض انه يطبق علينا. غالبيه مؤسسات التعليم العالي لحد اليوم ما بات تستفاد من الزياده. دور الدوله تمرين توخى القرار في مجلس الوزراء يتعلق باساتذه التعليم العالي تحترم. على سبيل المثال 2012 لم تخني الذاكره نهايه 30 مايو قررت زياده القطع الارضيه لاساتذه التعليم العالي ب 100 قطعه ارضيه لصالح الاساتذه الجدد. على حد علمي الى حد اليوم، الى حد جلستنا هذه، ما فات استفاد منها اي واحد من هؤلاء الاساتذه. والغريب ان وزير التعليم العالي في مقابلته الاخيره في برنامج ميزان الشعب في التلفزيون الوطنيه قال على انهم استفادوا منها. ارجو انه يصحح لي المعلومه. مطالبين من الدوله الموريتانيه ان هي دائما تحاول تعدل مقارنه بالمحيط. احنا ما ندورها تقارننا بالاساتذه في البي اسكندناف، ندورها تقارننا بالاساتذه في المحيط. احنا محاطين باربع دول، سينيغال ومالي والمغرب والجزائر. اي واحده من الدول تبقي هي تنقرها وتساوي اساتذه التعليم العالي اللي موجودين هم بها، تفضل تعدلها. ودور شوف كان ينعدل احتجاجات. طيب ماذا بعد تنظيم هذه الاحتجاجات التي شملت بعض الوزارات وها هي اليوم امام القصر الرئاسي؟ بسيط، احنا ينقال لنا نقابات التعليم العالي، والنقابه كل حد يعرف تعريفها البسيط، لانها شلوذ النقابه؟ تلوذ لانها ترفع من مستوى المكتسبات الماديه والمعنيه لمنتسبيها، الماديه والمعنويه لمنتسبيها. اذا نقابه التعليم العالي شلوذ له؟ تلوذ لتحسن من وضعيه استاذ التعليم العالي. في طار ذاك اشترتب عليه، ترتب عليه انها تستخدم جميع اللي عاطيها القانون مشي الله تستخدمه. احنا طرقنا جميع الابواب من اجل تسوي وضعيه اساتذه التعليم العالي. زميلي اللي يمكن وراه كان يتكلم، ما فهم حد اليوم يتصور على انه استاذ التعليم العالي على حد علمي انه نيريترت يرجع ل 40 الفوقيه، استاذ التعليم العالي نيريترت اليوم يرجع ل 40 الفوقيه. الغريب انه استاذ التعليم العالي هو كل القطاع اهله شاكين وهم اللي معدلين كل شيء في البلد. طيب لنعطيك انا معلومه بسيطه، على انه الوزارات السياديه في ذا البلد كاملها 99% من الناس اللي داخلين الوزارات اللي هي وزاره الداخليه كوادر كاملين، وزاره الخارجيه، وزاره الماليه، وزاره العدل، هذو كاملين كوادر متخرجين من التعليم العالي اللي موجود في موريتانيا، ما هو الموجود في الخارج. الناس اللي تكونت هون في موريتانيا من يكونها؟ يكونوا اساتذه التعليم العالي. اي حد يدعى اليوم انه يدور يعدل اصلاح في التعليم العالي بدون انه يرجع للمحرك المنظومه التعليم العالي اللي هو استاذ التعليم العالي لن ياتي باي اصلاحات. هذا واضح. تطالبون الوزاره بالاشراك في الخطط والاستراتيجيات، الا ترون انكم تطالبون بما ليس لكم فيه حق؟ بسيط، احنا ما طالبنا على ان القرار ما يقد تعدلوا الوزاره، ان ما يلا تقبل قراركم احنا مقترحين عليه. احنا طلبنا الاشراك. الاشراك شنو معناها؟ اللي تعود احنا نعتبروها انترلوكتير، شريك. اللي تعود هي تعتبرنا شريك، يلا ذي الروايه اللي احنا هم اللي متباركين معاها، اللي تتعدل هي فيها شيء توخوا علينا. يا اخي انت ما معقول انك عندك ارقاج هو اللي يقوم بعمل معين وتقعد انت هوك ما في ذا اخبار عن المتبارك معه هو شنو تقرر فيه ذي نعدل فيه اصلاحات كذا. انت ترى لماذا جميع الاصلاحات احنا ما قط جو وزير للتعليم العالي ما يدور يعدل اصلاحات ويدير اصلاحات كامله دائما تفشل. لماذا يقرنوا الجامعات يفصلوا جامعات ترك هم كانوا قارني؟ لماذا يقرنوهم ترك وهم كانوا فاصلينهم؟ لماذا فصلوهم وهم قارنين؟ ترى شنو السبب؟ السبب لان المعني بهذه المساله هو استاذ التعليم العالي، هو ما قط سولو لو عادوا سولو استاذ التعليم العالي ما يوقع في النوع من التخبط. ارى نحن ما عينا كانوا اكثرنا والله افطار، سبب بسيط انه ما شاورنا فيها. يعني اذا اي تتهمونهم بالارتجاليه يعني في احنا ما نتهمهم، هو الواقع انهم الواحدين فين قالوا الارتجاليه. طيب. السبب انه ما محضرين الناس اللي معنيين بالمساله. طب انتم تتهمون في نقابات التعليم العالي يعني بمحاوله تسييس العمل النقابي خدمه لاجندات سياسيه لا علاقه للتعليم بها، كيف ترد؟ جيد، المطالب اللي كنت نقول لك راك شفين يتعلق بالسياسه. احنا الى طالبنا بان اتفاقيات معدلتهم الدوله، معدلهم النظام الحالي، راني ما نتكلم عن شيء معدلين ولا نظيم، نتكلموا عن شيء خلق 2009 الجماعه نفسها اللي ركعت، نتكلموا عن شيء خرج من
اصدار قرارات صدرت عن مجلس الوزراء جماعة اللي حاله نتكلموا عن شيء جماعة نتكلم عنه هو المعدلين. وإيش هي علاقته بالسياسة؟ السياسة هو بسيط جدا أنك تاني تعود قاعد تخبط في رواية ما هي متفاصلة له. وطبعا هي ما نجحت أنت الدور لا إرضاء جماعة اللي فوقك أنك تلود لي مبرر تهمنا بالسياسة وإيش الرواية الوحيدة اللي قدر أكد لها هي أنه أكثرية النقابات أكثرية المنتسبين فيهم ينتموا للأحزاب الحاكمة. طيب الدكتور إبراهيم الأمين أستاذ بكلية العلوم والتقنية كنت ضيفنا، شكرا جزيلا لك.